انطلاق اليوم الدورة 54 معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بحلة جديدة وجميلة. هذا المعرض الآن بنسخته 54 مشاركين معنا أكثر من 400 عارض، 90 عارض جدد، عندنا عارضين من مكسيكو، عارضين جدد من الهند، وعارضين من شرق آسيا، وتشكيلات جميلة ورائعة الحقيقة حق اللي حابين يدخلون في مجال المجوهرات والذهب من ناحية التجارة، وأيضا من خلال إذا حابين يدخلون أو يشترون حق مناسبات أو أعراس أو غيرها. فنحن نحب إن شاء الله من خلال منبركم دعوة الزوار والتجار لحضور هذا المعرض المتميز الحقيقة، وكثير من الجوائز اليومية الموجودة التي طبعا هي في متناول يدي الفائزين فيها، وجوائز قيمة الحقيقة، فنتمنى إن شاء الله مشاركتهم. ونحن نقدر نقول لكم هذا المعرض الآن أصبح من أكبر المعارض في الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بدعم طبعا من حكومة الشارقة وعلى رأسهم حاكم إمارة الشارقة حفظها الله ورعاه، وايضا بدعم غرفه التجاره والصناعه. هذا النسخه بتنظيم طبعا مركز اكسبو الشارقه، وان شاء الله انتظرونا في الدوره 55 لمفاجات جديده، وشكرا.